السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين استيقاظ الشعب الجزائري وكشفهم للمؤامرات التي تحاكى ضدهم في الداخل والخارج. أحد الأحبة بالله قال، بعث لي رؤية على اليوتيوب، قال: السلام عليكم يا شيخ عباد، لي بعض الرؤى لكن سأسرد لك واحد أو ثنتين منها إن شاء الله. الأولى: قبل الحراك الشعبي، أي قبل سقوط العصابة، رأيت نتنياهو مجتمع مع بعض المسؤولين من الجزائر في كهف، وأنا أنظر إليه مختبئ، فرأيت نتنياهو يعطيه كعك من ذهب. هذه الرؤية يعني واضحة، عنوان التفسير هو عنوان شريط، يعني الشعب الجزائري استيقظ وعارف أنه الحكام اللي كانوا يحكمهم عملاء لإسرائيل وأمريكا وأعداء الأمة الإسلامية، وإنهم عارفين أنه في مؤامرات تحاك ضدهم من الداخل والخارج. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.